مجدد الترحيب أستاذ هشام منور البحث في العلاقات الدولية. أستاذ هشام، زيارة يعني منذ أشهر تم الحديث عليها، ومؤخرا يعني كانت هناك متابعة دعنا نقول لصيقة لكل الخطوات الإعداد لهذه الزيارة. وجو بايدن فيما قال له في الواشنطن بوست بدأ يمهد ويقدم لهذه الزيارة، ولكن الملفت أن خط سير الزيارة إسرائيل ثم السعودية، لبيد يقول بأنها رسالة سلام وأمل، كيف نقرأها نحن؟ تحياتي بداية لكم للسادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. بطبيعة الأحوال تعول بعض الوسائل الإعلام، ولا سيما الوسائل الإعلام الإسرائيلية، على هذه اللفتة، يسمونها اللفتة التاريخية، بأنها أول طائرة لنقل رئاسية أمريكية تقوم بجولة معاكسة من إسرائيل إلى المملكة العربية السعودية. ترامب سبقه إلى ذلك عندما أتى إلى المنطقة، ولكن كان بطريقة معاكسة من السعودية إلى إسرائيل، ولذلك فهم يعولون على مزيد من الانفتاح ومزيد من التقارب والتطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل. أبيغدور ليبرمان وزير المالية الإسرائيلي أعلن قبل قليل بأنه يطمح إلى إنشاء سوق اقتصادي مشترك مع دول الخليج العربي والدول المشاركة في هذه القمة مع إسرائيل. هناك حديث عن منظومة أمنية أيضا وتشكيل ناتو عربي إسرائيلي. أعتقد أنه صعب المنال في هذه الأوقات حاليا نظرا لوجود كثير من الملفات التي تعترض مثل هذا الموضوع. صحيح أن هذه الزيارة قد تكون تاريخية للرئيس جو بايدن، لكن الهدف الأساسي من وجهة نظري لها هو أن الرئيس بايدن يحاول بعد أن شد عصب لنقل حلف الناتو في أوروبا إلى الولايات المتحدة، وأعاد ترميم العلاقات بين ضفتي الأطلسي، وأعاد الأهمية الاستراتيجية لحلف الناتو بالنسبة لدول العالم الغربي، يحاول الآن تشكيل، لنقل هذا أقصى طموحي، تشكيل مثيل له في المنطقة، أو على الأقل إعادة التذكير بأن هذه المنطقة الحيوية هي منطقة تابعة أو تشرف عليها الولايات المتحدة بشكل مباشر. وبالتالي لا يفكرن أحد أن الولايات المتحدة إذا كانت مشغولة في أوروبا أو في مواجهة الصين في آسيا، أن هذه الدول بإمكانها أن تتحرر من القيود لنقل، أو تتحرر من العلاقات الاستراتيجية كما يصفونها مع الولايات المتحدة. أنا قادم إلى هذه المنطقة، أعيد العودة مرة أخرى إلى المنطقة لإعادة التذكير والتركيز أن الولايات المتحدة، هذه المنطقة الحيوية بممراتها المائية وأهميتها لإمدادات الطاقة وإمدادات سلاسل الغذاء العالمية، هي منطقة حيوية واستراتيجية وتتبع لنقل تحت الوصاية الأمريكية بشكل كامل. يعني هو أراد أن يقول بأن هذه منطقة الولايات المتحدة الأمريكية ولا تقترب منها، ولكن تحدثت عن الناتو العربي، الملف الأمني والتسليح، وأيضا المنظومات الأمنية الإسرائيلية المنتشرة في عدد دول، أصبحت نتحدث عن البحرين والإمارات، السلام الاقتصادي، العلاقات الاقتصادية، التطبيع، إيران، النفط. ألا ترى بأن ملفات كثيرة جدا مطروحة على طاولة هذه الزيارة، ولكن عمليا لا يمكن الخروج بأي نتيجة ملموسة؟ نضف إليها الملف اليمني. صحيح، لا يمكن توقع نتائج كبيرة من هذه الزيارة، على الأقل أمام وسائل الإعلام وكاميرات الإعلام. لكن ما يريد الرئيس الأمريكي التركيز عليه في هذه الزيارة هو إعادة البصمة الأمريكية إلى المنطقة، في ظل محاولات بعض الدول التقرب من روسيا والصين بعد الحرب الروسية على أوكرانيا. لذلك فهو يريد إعادة لنقل بسط هيمنة الولايات المتحدة على هذه المنطقة بالدرجة الأولى. هناك العديد من الملفات من الصعب حسمها في هذه في زيارة بمدتها 48 ساعة، وأيضا من الصعب القيام بذلك. لكن المشكلة الأكبر أنه في ظل انتشار تقارير وسائل الإعلام عن الملفات التي يحملها فريق بايدن في جعبته عند زيارته للمملكة العربية السعودية نهاية الأسبوع، بالمقابل هذه الدول التي سوف تجتمع مع الرئيس بايدن وهو محمل بالعديد من الملفات، ما هي الأجندة أو لنقل أو ما هي المطالب والملفات التي سوف تطلبها بالمقابل من الولايات المتحدة في مقابل ما أعلنته من أنها سوف تبحث الملف الفلسطيني وملف النفط وملف أيضا لنقل العلاقات مع إيران والعلاقات مع والتطبيع مع إسرائيل؟ كل هذه المطالب الأمريكية في الظاهر
يجب أن يقابلها لنقل أجندة عربية موحدة تقابل هذه المطالب الأمريكية. ماذا سيحصل العرب على سبيل المثال من التطبيع مع إسرائيل؟ هل سيكتفي على سبيل المثال العرب إذا ما أرادوا الانصياع للمطالب الأمريكية أو للأوامر الأمريكية بأن هناك لنقل حلفا؟ هل توجد مروحة مطالب عربية يمكن أن يتفاوض عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ مع الأسف لا أعتقد أن الدول العربية على الأقل الخليجية، نبقى هناك الخليج والأردن مصر العراق. نعم، الدول التي سوف تجتمع على الأقل حتى الآن لم يظهر هناك موقف موحد من قبل هذه الدول بالنسبة للمطالب التي سوف يعرضها الرئيس الأمريكي أثناء زيارته، أو على الأقل بالنسبة للمطالب التي يريدونها من كل الملفات. يعني لا يوجد موقف واحد من الناتو العربي رغم معنى الصوت العالي للملكة الأردن، أيضا من ملف التطبيع، العلاقات الاقتصادية، الإيران، الغاز، لا يوجد أي اتفاق يعني. ولذلك هي زيارة ربما تكون بروتوكولية بأبعاد استراتيجية أكثر رسائل منها فيها. نعم، هي رسائل إلى كل من الصين وروسيا. أنا هنا بعد 30 عاما من آخر مرة كنت موجودا بسلاحي وعتادي ونفوذي السياسي والعسكري في المنطقة، أعيد مرة أخرى العودة بعد انسحاب لنقل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من المنطقة لصالح وانسحابه حتى من حلف الناتو ووصفه حلف الناتو بأقدع الأوصاف أثناء لقائه الزعماء الأوروبيين، لدرجة وصفه الرئيس الفرنسي ماكرون بأنه ميت سريريا أو ميت دماغيا حلف الناتو. أعاد الحياة لنقل أو أنعش حياة لحلف الناتو. بالمقابل هو يريد العودة إلى هذه المنطقة التي أهملت خلال السنوات الأربع وحتى الست لنقل أول سنتين من ولاية الرئيس بايدن لم يكن مهتما بالشرق الأوسط. الآن يبدو أن الأنظار تتوجه إلى منطقة الشرق الأوسط لمحاولة وقف أي تمدد روسي أو صيني للانقضاض عليها. هو مهم هذه الإشارة، لأن حتى في الحملة الانتخابية عندما كان يسأل بايدن عن السياسة الخارجية كان تقريبا منطقة الشرق الأوسط والخليج يعني في الدرجة الرابعة والخامسة. صحيح. وفجأة يعني الأوضاع تجعل منطقة الخليج والشرق الأوسط يعود إلى أولويات السياسات الخارجية الأمريكية. ولكن ونحن نتحدث عن الرسائل، كان هناك رسالة روسية استبقت هذه الزيارة، ضرب مواقع قريبة من قاعدة النتف في المثلث العراق الأردن سوريا. صحيح. كانت رسائل واضحة قبل هذه الزيارة ب 48 ساعة. صحيح. في آخر الأمر روس تقول أنت في الخليج ولكننا موجود الآن في سوريا. صحيح. على بعد يعني مئات الكيلومترات. صحيح، وهناك تقارير أمريكية تقول بأن هناك احتمال لتزايد الصدام بين كل من روسيا والولايات المتحدة وزيادة الضغط على الولايات المتحدة. طبعا حروب بالوكالة في سوريا. هناك أيضا الطائرات المسيرة التي سيرها حزب الله. هي هذه المنطقة ما يسمى بالمثلث التي في آخر الأمر أيضا فيه الأردن، يعني الأردن والعراق وسوريا، يعني رمزية. صحيح. الاستهداف. صحيح. كبيرة يعني. صحيح، هناك قواعد يعني أنا عندي قاعدة ثابتة ومركزية بالنسبة أنا الرسالة المباشرة، أنا لدي استعداد للمباشرة بحروب عن طريق الوكالة لقواعدك الموجودة حتى في المنطقة إذا ما استمر الضغط الأمريكي والغربي بشكل عام على روسيا فيما يتعلق بالملف الأوكراني، حتى رسائل حزب الله فيما يتعلق بإرسال مسيرات إلى إسرائيل وأيضا حقل كارش، كل ذلك يشير إلى أن هناك محاولة لإعادة هندسة الأمور وهندسة الاصطفافات لنقل في المنطقة بانتظار حدث جلل ربما يأتي إذا ما فشل التوصل بين إيران والولايات المتحدة والمجتمع الدولي بشكل عام على الملف أو العودة إلى ملف الاتفاق النووي الإيراني. هناك مخاوف كبيرة بأن إذا ما فشلت الحلول الدبلوماسية ربما تلجأ إسرائيل إلى حل عسكري. إذا ما لجأت إسرائيل إلى حلول عسكرية قامت باستهداف على سبيل المثال بعض المنشآت النووية وقامت إيران بالرد، فإن المنطقة كلها سوف تكون على صفيح ساخن وهي ممتلئة بنقل آبار النفط ومصافي النفط، وهي واحد من أكبر خزانات النفط في العالم وأيضا أكبر موردي الطاقة إلى العالم. إذا ما اشتعلت الحرب لنقل في منطقة الشرق الأوسط فهذا يعني أن العالم سيختنق إذا ما كان حالة لنقل التململ والضعف فيما يتعلق بإمدادات سلاسل الغذاء أو إمدادات الطاقة أو التضخم أو كل ذلك الذي يعاني منه العالم بمجرد فقط قيام روسيا بغزو أوكرانيا حتى الآن وقيامها اليوم على سبيل المثال بوقف إمدادات الطاقة عبر خط نورد ستريم 1 بحجة قيام بصيانته.
هذه أكبر رسالة من بوتين إلى الولايات المتحدة، أنك إذا ما كنت تريد الحفاظ على مكانتك الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، أنا على استعداد الآن لإغلاق صنبور الغاز بشكل كامل عن كامل أوروبا، وأرني ماذا يمكن أن تخرج من نتائج مع دول الخليج وإقناعهم بتعويض هذا الغاز وتعويض هذه الطاقة. هو مهم جدا حتى نفهم هذه الجغرافيا السياسية، لأنه الضغط ممكن تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية على منطقة الخليج في علاقة بامتدادات الطاقة لدول في جنوب شرق آسيا، في إفريقيا، في أمريكا اللاتينية، ولكن أوروبا وهي التي لها القدرة إلى حد ما الضغط الولايات المتحدة الأمريكية هي في آخر الأمر مرتبطة بشكل مباشر بروسيا. هل بايدن وهو يزور المنطقة يستقرأ هذا المشهد، أم أنه فعلا، لأنه العديد يرى بأن كل ما يقال الآن هو لا يمكن أن يتجاوز الحبر الذي يكتب به، إن كان في مستوى الخطابات أو في مستوى الاتفاقات، كل شيء الآن يعيش حالة سيولة. الآن بعد أن قام بوتين بغزو أوكرانيا وحصل على معظم أهداف نقل في إقليم الدونباس، واقتربت لنقل الحرب وفق ما أعلنه الروس بأنهم سوف يحاولون السيطرة على إقليم دونباس وتحقيق أهدافهم هناك، إذا ما اقتربت الحرب من نهايتها سوف يحتاج بوتين للجلوس مع أوكرانيا والمجتمع الغربي بشكل عام للتوصل إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل. هناك ضغوط روسية الآن تتعاظم مع ما قرب الحرب لنقل أو قرب الحرب من تحقيق أهدافها الروسية في أوكرانيا، أن هناك حاجة إلى الجلوس والدبلوماسية، وأنت إذا أردت أن تجلس إلى طاولة المفاوضات عليك أن تمتلك مزيدا من الأوراق. هو أتم على الأرض السيطرة لنقل أو شبه إتمام لهذه السيطرة، وأيضا قام اليوم بقطع إمدادات الغاز بشكل كامل على أوروبا وألمانيا تحديدا، وهو الآن يبدو مستعدا أكثر للتفاوض مع لنقل المجتمع الغربي أوروبا والولايات المتحدة فيما يتعلق بمستقبل أوكرانيا. الآن إذا قامت روسيا بمزيد من الضغط على أوروبا فإنها سوف تقوم بقطع إمدادات الغاز، البديل يجب أن يكون في منطقة أخرى، ولذلك يلجأ بايدن هناك لتأمين اتفاقات بينية مع هذه الدول لتعويض نقص إمدادات الغاز التي سوف تقوم به روسيا. تفاعل مع هذه النقطة، يعني الولايات المتحدة الأمريكية حسب أرقام أو حسب بلاغات رسمية يعني لجأت في أكثر من مناسبة إلى الاحتياطي الاستراتيجي من مخزون الطاقة، مخزون النفط والوقود، يعني في هذا حسب الرسمي، لكن ممكن هي تلجأ الآن بشكل يومي لهذا المخزون. صحيح. بايدن يلجأ للخليج احتياطا وتأمينا لمصادر الطاقة واحتياطا من أي فجئيات تحصل في السوق العالمية، ولكن على مستوى السياسي بايدن الآن ماذا سيقدم للخليج؟ هل فقط سيضمن لهم الأمن كما كان يقول ترامب ادفعوا أحميكم، ولكن أي أمن ممكن يوفره الآن بايدن لدول الخليج وطائرة مسيرة لا تساوي 30 ألف دولار قادر أن تفجر المنطقة؟ يعني صحيح المعادلة الأمريكية، البضاعة لنقل التي أضحت حتى في مستوى التسليح، يعني نعم البضاعة التي ربما أضحت مزجات الآن في هذه الأيام هي معادلة الأمن مقابل الولاء. أنا سوف أحاول أن أضمن أمنكم فيما يتعلق بالانفجار الذي أو انفجار الأزمات، سواء انفجارات أزمات الغذاء أو انفجارات أزمات الاقتصاد، أزمات الطاقة، سوف أحاول تأمين هذه المنطقة وإنشاء لنقل فقاعة أمنية تحمي دول هذه المنطقة من أي ارتدادات عالمية يمكن أن تؤثر عليها، أزمات الغذاء والاقتصاد والركود والتضخم وغيرها من الأزمات، مقابل أن أكون حاميا لكم منها وأن تقوموا بالمقابل بإمداد العالم بهذا الغذاء. هل يقدر فعلا؟ هذا السؤال، هو هل يثق دول الخليج والدول المجتمعة؟ التجربة تقول لا، التاريخ يقول لا، ولذلك وجدنا تضمن ولهم تكون وفيا في أي يعني ولذلك وجدنا أن هذه الدول تحاول اللجوء إلى أطراف أخرى لتأمين أنفسها وتأمين أمنها فيما يتعلق بروسيا والصين، لكن ما يحمله الآن بايدن لهذه الدول من ضمانات لتأمين لنقل الكلمة الأمريكية بحماية هذه الدول يا إسرائيل، ويقول لهم إذا ما قمتم بالبقاء في تحالف معي وقمتم أيضا بإمداد الطاقة ولم تلجأوا إلى لنقل حلفاء آخرين هم على عداء معي، الضامن لقيامي بحمايتكم هو إسرائيل، ولذلك عليكم أن تطبعوا معها وأن تنشئوا سوقا مشتركة معها وأن تفتحوا حدودكم وطيرانكم وأجواءكم للطيران معها.
الضم يعني بايدن يعلم تماما ان دول الخليج لا تثق بكلمه الولايات المتحده بعد انسحابها خلال الست سنوات الماضيه، ولذلك ما الضامن ان تقوم باستمرار الانسحاب او لنقل الانسحاب بشكل كامل وتركنا عرضه لكل المخاطر والزلازل التي مؤخرا في الامارات عندما يعني تقريبا اختفت القواعد الامريكيه ولم تحمي المنشات الاماراتيه من هجمات لحد الان مبهمه من ايران او الحوثيين هاجموا لك في خلال الامر الهدف والرسالة واضحة صحيح. اختفت صحيح. ولذلك هو يأتي ويقول لهم إذا ما أردتم الضمانات الضامن لقيام بذلك هو تعاونكم مع إسرائيل، لن أضحي أو لنقل لن أعزل إسرائيل أو لنقل لن أستبعد إسرائيل من الحماية في المنطقة إذا ما تعرضت إلى هجوم أو إلى زلازل، فإذا ما أردتم اللحاق بركبها والحماية بها فعليكم التحالف معها. طيب هنا نعود إلى فكرة أن إسرائيل هي التي ستضمن حماية لدول الخليج بالوكالة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، هل هذا يتقاطع أو هو أيضا متناسق مع ما رفعه بايدن في حملات انتخابية تخفيف وتحجيم الوجود العسكري الضامن لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة؟ هل فعلا الآن قادر بايدن على تخفيف هذا الوجود إن كان القواعد العسكرية أو الوجود البشري أو حاملات الطائرات المنتشرة في المنطقة؟ هل قادر فعلا أمام كل هذه التهديدات يعني؟ صحيح، الرئيس الأمريكي بالنهاية سوف يندرج ضمن أو يتابع ضمن سياسات الرؤساء الذين سبقوه فيما يتعلق بالانسحاب من منطقة الشرق الأوسط والتوجه نحو المحيط الهادئ وشرق آسيا، لكن بالمقابل هو يدرك تماما أن كل هذه المؤسسات الأمنية والعسكرية والسياسية في الولايات المتحدة التي اتخذت قرارا استراتيجيا بالانسحاب من المنطقة لصالح مناطق أخرى أكثر أهمية على الأقل بالنسبة للولايات المتحدة، يدرك تماما أن هذه المؤسسات سوف تتراجع عن هذا القرار فيما لو تعرض الأمن الخاص بإسرائيل للخطر، ولذلك هو يراهن أن تعرض إسرائيل في أي لحظة، لذلك هو يحاول بناء لنقل مظلة أمنية تكون فيها إسرائيل رأس الحربة على أن تكون الولايات المتحدة هي المدافع نقول أو صاحبة الغطاء الدفاعي عن كامل المنطقة فيما لو تعرضت إسرائيل للمنطقة. بطبيعة الأحوال عندما سوف تكون هناك مواجهة بين إسرائيل وإيران مباشرة سوف تكون إسرائيل المبادرة في الهجوم، لكن عندما سوف تتعرض للدفاع أو نقول أو ليس الدفاع، عندما تتعرض لرد الهجوم من قبل إيران فإن الولايات المتحدة حينها ستتدخل، ولن نسمع صوتا واحدا يقول في الولايات المتحدة يجب ألا تتدخل وهذه ليست حربنا، هذه بالنسبة لهم إسرائيل الحليف الاستراتيجي والطفل المدلل بالنسبة إليهم، وبالتالي من أراد أن ينجو بنفسه هنا وهنا هذا الكارت أو هذه الورقة التي يحاول بايدن اللعب بها خلال زيارته، إذا أردتم النجاة بأنفسكم والحفاظ على بلدانكم والحفاظ على لنقل مناصبكم في هذه المنطقة فعليكم الانحياز إلى أحد الطرفين اللذين سوف يتحاربان بالوكالة مرة أخرى وهما إيران وإسرائيل. لماذا إسرائيل تصر على تضييق الخناق عسكريا الآن بعد أن كان سياسيا؟ هي تدرك تماما أن المجتمع الغربي لا سيما الولايات المتحدة وأوروبا تريد الرد على روسيا بعد أن قامت بغزوها لأوكرانيا، يجب على أن نثبت للعالم أن إذا كانت روسيا نجحت في لي ذراعنا بأوكرانيا واقتطاع كثير من أراضيها والضغط علينا في الغاز نحن قادرون على رد الصاع بصاعين، ولذلك فسوف نتوجه إلى إيران، وبالتالي لكن المشكلة أن لا أعتقد أن إيران لديها الكثير من الحلفاء في هذا السياق، لا أعتقد أن كل من الصين وروسيا سوف ينجدان فيما يدخل يعني إيران ليست يعني لكنها حليف استراتيجي مع كل من الصين وروسيا خاصرة رخوة يعني مثل أوكرانيا ما صحيح. يعني ليس بهذه البساطة. هناك أيضا موضوع مهم جدا يطرح في التداول الإعلامي، ولكن ما مدى فهموا في سياقات سياسية هو هذا الناتو العربي إسرائيل وتسع دول؟ دائما نتحدث عن الخليج ومنذ بداية حديثنا نتحدث عن دول الخليج، ولكن الأردن مصر العراق أي أدوار لهذه الدول في ما يطبخ الآن في المنطقة؟ هي تعتبر بالنسبة للخليج دول طوق ولكن لها أدوار متقدمة. صحيح، مصر على سبيل المثال هي تمتلك واحد من أكبر الجيوش العربية في المنطقة أيضا وربما في العالم، ولذلك فإن وجودها على مصعيد المستوى البشري سوف يؤمن لنقل ضمانة لدول الخليج ودول المنطقة فيما يتعلق بالمواجهة مع إيران فيما لو حدثت بينها وبين إسرائيل. على سوف تتدخل بطبيعة الأحوال مصر بجيشها الكبير للدخول إلى منطقة الخليج وتأمين لنقل هذه المناطق من أي تداعيات لهذه الحرب بين إسرائيل وإيران. بالنسبة للأردن
أيضا هو يمتلك نوع حدود مشاطئة أو نقول ليس مشاطئة مع إسرائيل ومع السعودية، فإن له دور أيضا في حماية. كل هذه الدول سوف تلعب دورا في منظومة الأمن أو منظومة الدفاع أو مظلة الدفاع التي سوف تنصبها الولايات المتحدة لحماية إسرائيل من أي رد فعل إيراني. العراق هنا رمانة القبان فيما يتعلق بالمواجهة، لأن إيران حتى الآن ليست محسوبة على واحد من الطرفين. صحيح لكل من إيران والولايات المتحدة يتشاطران النفوذ والسيطرة على العراق، وبالتالي فإن جلب رئيس الوزراء العراقي إلى جدة للاجتماع مع الولايات المتحدة وموافقته وقبوله بهذا الموضوع يعني أن الحديقة الخلفية لإيران أصبحت في تهديد مستباحة. صحيح. طيب ونحن يعني نريد أن نفهم أكثر طبيعة الزيارة، لأن يعني تأتي زيارة في سياقات حساسة خطيرة وأيضا في تعقيدات تشهدها المنطقة والعالم. هل بايدن يستطيع مع كل ما هو موجود الآن أن يفرض أجندة ليست على مستوى المدى القصير ولكن على المدى المتوسط والبعيد؟ هل يمكن الحديث عن استراتيجي الآن في علاقة، أنت قلت بأن تحالفات استراتيجية، هل في أمام هذا الواقع هل يمكن الحديث عن أجندة استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة؟ عامل الوقت الآن يلعب دورا كبيرا بالنسبة للولايات المتحدة، لصالح ليس لصالح الولايات المتحدة بالضبط. مع الأسف الولايات المتحدة تحاول تأمين بديل على مستوى الطاقة والغذاء أيضا في من هذه المنطقة، تأمين نفوذها في هذه المنطقة، ولذلك هي بحاجة إلى عقد التحالفات أو على الأقل تجديد هذه التحالفات بأسرع وقت ممكن. لكن بالمقابل هي تحاول إغراء دول المنطقة بأن هذا التحالف أو تجديد التحالف سوف يتحول إلى من تكتيك إلى استراتيجي مع مرور الوقت إذا ما نجحتم في تعزيزه ونجحتم في الانضمام إليه. لكن إلى أي حد يمكن للدول العربية المجتمعة مع الرئيس بايدن أن تقبل بذلك؟ إلى أي حد يمكن التوافق مع الإدارة هل الأمريكية؟ هل عندها خيارات يعني؟ هل يمكن تقول لبايدن لا؟ هذا الأمر يعني في هناك مناورة سعودية نجحت إلى حد ما على الأقل في علاقة بمسألة النفط، لكن في الملفات الأخرى هل قادرة هذه الدول العربية أن تقول لا للولايات المتحدة الأمريكية؟ على الأقل هناك بعض الملفات المستعصية لا يمكن أن تقوم الدول العربية مهما كان وزنها الإقليمي والعربي أن تقول نعم أو تعطي شكا على بياض بالنسبة للولايات المتحدة كالقضية الفلسطينية. كيف يمكن لأي دولة عربية أن تصعد إلى منبر في المملكة العربية السعودية أيا كانت هذه الدولة وتقول نحن مع علاقات كاملة بين الفلسطينيين أو مع السلام الكامل مع إسرائيل وتناسي القضية الفلسطينية؟ هذا بالنسبة إليهم خط أحمر لا يستطيعون حتى امتلاك مفاتيحه أو أوراقه الضاغطة في ذلك. فلذلك هناك ألغام متفجرة في هذه القمة. صحيح. وربما يتم تحييدها إلى ما بعد المواجهة الإسرائيلية الإيرانية، على أساسها يمكن تقرير مصير المنطقة والذهاب بعد ذلك بانتظار المنتصر بين الطرفين إذا ما تمت الحرب أو جرى الاشتباك بين إيران وإسرائيل على خلفية كل التفاق. نحن انطلقنا في الحديث عن السيولة وفعلاً واختتمنا بأنه لا يمكن الآن أن نبني أي قراءة على الأقل حتى على المستوى القصير في ظل كل هذه السيولة وغياب منصة ثابتة يمكن البناء عليها. أشكرك أستاذ هشام منور الباحث في العلاقات الدولية، شكر للزملاء في الإعداد والتنفيذ، لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، في أمان الله.